عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي كنتمناكم تكونوا في أفضل حال وبصحة وسلامة، ونشوفكم دائما في أحسن الأحوال. كنبغي نوجه تحية خاصة لجداد لأول مرة يشوفوا قناتي. كنتمنى تدعموني بالاشتراك والإعجاب وتبارطاجيو القناة مع الأهل والأصدقاء. اليوم حبيت نشارك معكم مجموعة من الأطباق السهلة والسريعة كفكرة لفطار رمضان أو لا كعشاء، لكم الاختيار. أول شيء غادي نبداو بلي شونسون. العجين ديال لي شونسون سهل وسريع وبسيط، والطعم ديالو جد رائع وناجح 100%. المكونات غادي تلقاوها في اول الفيديو، ما لكم غير تتبعوا معايا الخطوات واكيد غادي تطلع معكم بنفس النتيجه. اول شيء غادي نوضعوا الدقيق اللي كان سبق لنا انه نخلناه جيدا، يعني غربلناه مزيان. من بعد غادي نضيفوا ليه القطعه ديال الجبنه اللي لكم الاختيار، تقدروا تضيفوا الجبنه اللي هي مربعات او لا هذه او لا حتى الكريمه ديال الجبنه، لكم الاختيار، غير باش كنطعموا هذيك العجين ديالنا. ماشي معنى انه عندنا العجين يعني نقدروا نديروا غير ملحه والزيت وشويه السكر وصافي نعجنوا العجين ديالنا، لا، نحاولوا نتفننوا فيه باش يعطينا واحد المذاق رائع. من بعد غادي نضيف التوابل اللي كتعطيها واحد النكهه وواحد اللون، اللي هي عباره عن بابريكا والفلفل الاسود والملح حسب الذوق. كنقللوا من كميه الملح لان عندنا الجبنه وعندنا زيت الزيتون. من بعد كنضيفوا ملعقه كبيره من الخل وملعقه كبيره من الزبده اللي هي بدرجه حراره المطبخ، وكنحتاجوا الى ملعقه صغيره من البيكنج باودر او الخميره الكيميائيه، وكنبقاو نجمعوا في العجين ديالنا بهذا الشكل بحال كنرملوه، غير بالما هذيك الزبده تدخل لنا في العجين جيدا. وتقدروا هذيك الزبده تذوبوها وتخليوها حتى كتبرد وتخدموا بها. من بعد كنبدا نضيف الحليب اللي هو كيكون دافي، يعني هذه الكميه كنحاول نجمع بها العجين ديالنا اللي ما يكونش قاسح وما يكونش طري بزاف، يكون متوسط كيف ما كتشوفوا هكا في الفيديو. وهذا هو المتبقي من الحليب اللي بقى معايا، نتوما شفتوا الكاس كان غير ممتلئ وبقيت كنعجن به تدريجيا. صافي كنغطيها بالبلاستيك الغذائي وكنمروا المرحله اللي غادي نجهزوا فيها الحشوه اللي كنحتاجوا فيها مجموعه من الخضار، ولكم الاختيار. هذه الحشوه انايا درتها وانتم لكم الاختيار، تقدروا تضيفوا شي حاجات عليها، تقدروا يعني تقللوا منها، تقدروا تغيروها تماما. انا كنعطيكم غير فكره وانتم لكم الاختيار. صافي كنضيف التوابل اللي هي عباره عن قليل من الزنجبيل والفلفل الاسود والملح وملعقه كبيره من الخل وطبعا ملعقتان كبيره من زيت الزيتون، وما كنضيفش نهائيا الماء لان عندنا القرع الاخضر اللي هو الكوسه والبصل كيطلقوا الماء ديالهم وهو باش كيطيبوا به الخضر. صافي في هذه الاثناء الحشوه ديالنا جاهزه، غادي نقدموها في واحد الطبق زجاجي باش تبرد على خاطرها. وفي هذه الاثناء العجين ديالي ها هو ارتاح تماما، وغادي نخليو الحشوه. كنأكد الحشوه خاصها تكون بارده تماما اولا دافيه، لان الا مشيتو تدرتوها هي ساخنه غادي تقطع لكم العجين وبهذا غادي تخسروا هذوك لي شونسون ديالكم وغتضيعوا كميه ديال الحشوه مع العجين السحري هذا. صافي كان اول شيء كنقطعوا داك العجين الى جزئين، من بعد كنحاول نشكلو كدائره وكنرش سطح العمل بالدقيق وكنبدا نسرح في العجين ديالي بهذا الشكل حتى كيولي عندي بحال الورقه. السمك ديالو ما تيكونش غليظ وما تيكونش رقيق، يعني كيكون وسط، يعني ما باش كيف ما غتعرفوا الا رققناه بزاف عاوتاني ما غاديش يجي زوين، ولا غلضناه بزاف عاوتاني غيجي معجن. فلهذا العجين خاصو يكون يعني معتدل اولا متوسط. صافي هنايا كنقطعو بالقطعه ديال البيتزا، كنحاول نقاد الاطراف ديالو، غادي نديرو بهذا الشكل الجديد اللي هو على شكل مربعات، ولكم الاختيار بغيتو ديرو اللي هو لي شونسون بالشكل التقليدي اللي هو المعروف. انا بغيت نديرو بهذا الشكل سريع وما كياخدش الوقت نهائيا وما كنضيعوش كميه كبيره من العجين. كيف ما كتلاحظوا غير الاطراف اللي قطعته هما بهم غنجمع عاوتاني وغادي نقطع مربعات ثانيه. صافي في هذه الاثناء غادي نبدا نوزع الحشوه ديالي بهذا الشكل على العجين كامل.
صافي. في هذا الاثناء غادي نجيب واحد البيضه اللي هي بدرجه حراره المطبخ، غادي نضيف عليها القليل من القهوه سريع الذوبان، باش غادي نبدا نلصق هذوك الاطراف ديال لي شونسون ديالنا. غادي باش تسد لينا باحكام غادي نديرو هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. غادي نحاولوا نضغطوا على الاطراف جيدا بهذا الشكل، ولكم الاختيار تقدروا ديروا الشكل التقليدي اللي حنايا متعودين عليه اللي هو شكل الهلالي اللي هو بحال نصف دائره. انا بغيت نخلي هذوك الاطراف، يعني بغيت نستغل هذاك العجين مادام الطعم ديالو جد رائع، فلما لا الواحد يعني يبدل الشكل، نديرو مربعات ومستطيل. هادو هما الاشكال اللي انا حبيت نشاركها معكم، يعني لكم الاختيار. صافي كنبقى مستمره بهذا الشكل، وكنحاول ندير هذيك الشوكه نضغط على الاطراف جيدا باش ما تحلش ليا لي شونسون الوقت اللي غادي تكون كطيب. فهاد الاثناء غادي نسخن الفرن ديالي مسبقا 10 دقائق قبل على درجه حراره 200، وغادي ندهن الصينيه ديال الفرن بالقليل من الزيت، ما غاديش ندهنوها بزاف، ندهنوها القليل بس فقط عفوا. من بعد غادي ندهنوها بالبيض كيف ما كتشوفوا بحال هكا، باش تعطينا واحد اللمعه اولا واحد اللون ذهبي زوين. ومن بعد غادي نديرو كتزيين اللي هي حبه البركه اولا الحبه السوداء، ولكم الاختيار في التزيين. تقدروا ديروا السمسم، تقدروا ديروا الزعتر اولا الزرارة اولا لكم الاختيار، اولا الجبن. تقدروا تخليوها بحال هكا يعني بدون اضافات، الاهم انكم غير تشكوها، لان خاصنا ضروري نفسوها باش منين كطيب غادي تبدا تنفخ، وهذاك النفخ ديالها غادي يخلي هذوك الحشوه كلها غادي تخرج. كيف ما كتشوفوا هذه المرحله جد مهمه، هاد المساله جد مهمه. صافي كتديروا هذه الطريقه، من بعد كتزينوها وكتحطوها في الفرن اللي قلت لكم خاصو يكون سخن مسبقا. وصافي منين كتحطوه في الفرن كتقللوا عليها درجه الحراره، كتخليوها ما بين 180 حتى 190 درجه الحراره ديال الفرن، وكتخليوها كطيب من التحت، من بعد كتخليوها طيب من الفوق، باش يعني الا طيبناها من جهتان غتنفخ لينا، وبهذا الحشوه ديالنا كلها غادي تخرج. صافي في هذا الاثناء غادي نجهز معكم الطاجين ديال اللحم بالبصله والزبيب، يعني ما كاينش اللي ما كيبغيش طاجين اللحم بالبصله والزبيب، خصوصا يعني في العشاء كيجي صراحه زوين، اولا في الغداء ما لكم الاختيار. انا حبيت نشارك معكم صراحه، الواحد كي في رمضان كيتشهى، ولكن الاهم من هذا الشيء كامل انه خاصو يرد البال، انه ما يديرش بزاف ديال الاشياء وما غاديش ياكلها، حرام الضياع، يعني الواحد ما يضيعش، لان النعمه ديال الله سبحانه وتعالى ما يعني كتجيكم صعيبه باش 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 توفروها، فالواحد يمشي على قدو، يعني ما يعني على قد الجهد ديالو. مادام انا قادره ناكل هاد الحاجه وهاد الحاجه وهاد الحاجه، صافي نديرها وتكال وتسالى، ولا غد ليه ندير اشياء ثانيه. صافي ماشي هذا هو موضوعنا، انا بغيت غير نشير لكم لهاد النقطه، لان في رمضان راه الواحد كي يعني كيكونوا بزاف ديال الشهيوات، والواحد كيبقى يضيع في هذوك الحاجات. ونفس الوقت فطروا معكم الناس اللي هما الضعفاء المساكين. صافي في هاد الاثناء بقيت كنهضر في هذا الموضوع ونسينا الموضوع ديالنا حنايا. ضروري ان الطاجين خاصو يكون تحت منه واحد بحال واحد المقلات كتكون مخصصه ديال الطاجين، انا ما متوفراش عندي، درت غير المقله ديال البسمن وديال البطبوط، ثقيله المقله ثقيله، درت عليها نصف كميه ديال الزيت، الا لاحظتوا انا راه درت نصف الكميه في هذيك الانيه اللي ضفت عليها التوابل وخليت اللحم ديالنا يتشرب جيدا. صافي هنايا غادي كيف ما شفتوني ما خليتش الزيت نهائيا تسخن، لان فيها زيت الزيتون، وزيت الزيتون الا خليناه كيسخن كيتحرق وما كيجيش زوين، يعني المذاق ديالو كيبان ما زوينش. ف يعني نفس الوقت غادي نحط البصله والثومه، غادي نحط اللحم ديالي اللي كنسبق لي خليته يرتاح 15 دقيقه. صافي وهداك هذيك التوابل وهذاك الكميه ديال الماء ما غاديش نضيف اكثر منها، يعني غنحتاج في الماء ديال كوبايه اولا كاس صغير كيف ما كتشوفوا، وربع كاس وربع من الماء، نصف الكميه درتها منين بغينا نتبلوا اللحم،
وبالنسبه للكميه الثانيه غادي نخويها على هذيك التتبيله او لهذوك التوابل اللي تبلت فيهم اللحم، وغادي نديرهم كاضافه على المكونات. صافي، من بعد ما تقلى معنا اللحم جيدا غادي نضيف عليه البصل، ويستحسن يكون البصل ابيض لانه فعلا كيعطي واحد التعليكه زوينه وكيجي داكشي معسل وزوين. واللي متوفر عندكم عاوتاني ما غاديش يعني نلزمكم بشي حاجه. والزبيب خاصو يكون مغسول جيدا لانه كتعرفوا كيكون فيه التراب باش كيكرم وكينجف، يعني خاصو يتغسل مزيان ونرقدو شويه في الماء، ومن بعد نضيفو على البصل. وكيف ما كتشوفوا الكميه اللي تبقات من الماء غادي نضيفها على التوابل بهذا الشكل، وغادي نسقي بها الطاجين ديالي من الفوق، وغنضيف واحد القليل قليل جدا يعني واحد الملعقتان من الماء، لان كيف ما كتعرفوا البصل كيطلق الماء، فانا ما محتاجاش الماء اكثر من هكا. وواحد الملاحظه انايا ما شرتش ليها، انه خاص الطاجين بغيتوه يطيب خصوصا ديال اللحم، سواء اللحم ديال الغنم او اللحم ديال البقر، غطيوه. وهاد النقطه عفوا نسيت نذكرها، السكر، السكر كنحتاجو ملعقه من السكر، نسيت نكتبها في المكونات، مع ملعقه صغيره من القرفه، وكنوزعها بهذا الشكل، ويستحسن بالملعقه لان انا منين وزعتها بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا الاطراف ديال الطاجين فيه السكر، فهذاك السكر ولا فحال الكراميل وحرق ليا جوانب ديال الطاجين. غادي نغطيو الطاجين كيف ما قلت لكم، الا بغيتوه يطيب دغيا تغطيوه بورق الزبده وتغطيوه بالورق القصدير حتى هويا، وتخليه كيطيب على خاطرو مده ما بين 50 دقيقه، ما بين 45 حتى 50 دقيقه كتلقاو الطاجين ديالكم طايب واللحم تبارك الله زبده. في هذا الاثناء غادي نجهز معكم سلطه ديال الرز، سلطه بارده وزوينه وفيها جميع المكونات اللي هي مفيده. غنحتاجوا القليل من المكرونه يعني الشكل اللي تحبوا، والرز كنسلقوه جيدا وكنخليو نصفيو من الماء. من بعد كنضيف التوابل اللي هي عباره عن فلفل اسود والقليل من الملح. من بعد غادي عفوا نضيف علبه من التونه، لكم الاختيار تقدروا تضيفوا الدجاج. من بعد غادي نضيف اللانشون مقطع مربعات، والجبنه مقطع مربعات، والميس او لا الذره المصبره. صافي، وغادي نخلط المكونات. سهله، سلطه سهله، وصراحه كتجي بارده وزوينه وخصوصا في هاد الصيام، وحنا دابا صافي راه دخل الصهد يعني دخل الحراره، فالواحد خاصو شي حاجه تباردين بحال هكا. صافي، كنضيف واحد القليل من الخل والمايونيز وملعقه من زيت الزيتون، نسيت نصورها وما ذكرتهاش في المكونات. صافي، نخلي السلطه ديالي تبرد وغادي ننتقلوا الى طبق التقديم. وهذا نتمنى انه يكون الاعجابكم، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. كيجي معسل وكيجي لذيذ، وخصوصا مع الخبز ديال الدار، وسلطه تكون بارده بهذا الشكل فيها جميع العناصر اللي هي مفيده. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم، وهذا هو لي شونسون الشكل ديالو النهائي. كنتمنى يكون نال اعجابكم، وكيف ما كتشوفوا خفيف وما شاء الله مسدود من الجوانب، ما محلولش نهائيا، لان هذيك المرحله اللي كنشكو بها لي شونسون ما كتخليهش ينتفخ لينا بزاف والحشو ديالنا يخرج. وكنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم، وانتظروني مع فيديوهات قادمه، ونخليكم في امان الله، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبصحه فطوركم. السلام عليكم.